أهلا بكم وعرض أيام الأنباء. تفيد الأنباء الواردة من محافظة المنوفية بأن عشرات المواطنين نقلوا إلى المستشفى للاشتباه في إصابتهم بالتسمم في قرية صن صفط التابعة لمركز منوف. وتشير التقارير الأولية إلى أن عددا كبيرا من أهل القرية يعانون من نزلات معوية، وأن كثيرين منهم تلقوا الإسعافات الأولية داخل القرية، بينما نقل آخرون إلى المستشفيات لتلقي العلاج. كما أكد بيان صادر عن محافظة المنوفية سلامة مياه الشرب، ودعا المحافظ أشرف هلال المواطنين لعدم تصديق ما وصفها بالشائعات المغرضة في هذا الشأن. قال مصدر أمني إن أجهزة الأمن داهمت العديد من الوحدات السياحية والشقق في العريش بحثا عما قالت إنها عناصر فلسطينية تسللت عبر الأنفاق إلى سيناء، وذلك في إطار الحملة الأمنية المتواصلة هناك. وأضاف المصدر أن المداهمات لم تسفر عن القبض على أي من هذه العناصر، وكما أشار إلى أن العمل مستمر في هدم أو ردم الأنفاق من الجانب المصري. هذا ولا تزال العملية الأمنية المشتركة بين الجيش وقوات الشرطة مستمرة منذ هجوم رفح في الخامس من الشهر الجاري، والذي أودى بحياة 16 مجندا. قال الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء إنه تقرر بالاتفاق مع وزير الداخلية والمحافظين إطلاق حملة لإزالة الإشغالات، ويتم نقل الباعة الجائلين إلى أسواق رئيسة في مختلف المحافظات. وأشار قنديل خلال زيارته إلى مدينة القناطر الخيرية إلى أن هذه الحملات ستبدأ بعد العيد مباشرة. كما أكد رئيس الوزراء إلى أن قطع الطرق مجرم بحكم القانون، وطالب بسرعة التصرف مع المتهمين في أحداث قطع الطريق الزراعي بشبر الخيمة والمحبوسين احتياطيا على ذمة القضية. طالب اللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية من رجال الأمن التعامل بحسم مع مختلف المشاكل المرورية، خاصة السير عكس الاتجاه والانتظار الخاطئ. كما أكد وزير الداخلية خلال اجتماع مع عدد من قيادات الداخلية على مواجهة المواقف العشوائية لسيارات الميكروباص، كما أكد على ضرورة إزالة جميع الإشغالات في الشوارع وفتحها أمام حركة المرور. قال الدكتور صلاح عبد المؤمن وزير الزراعة واستصلاح الأراضي إنه تم توريد ما يقرب من 4 ملايين طن من القمح إلى بنوك التنمية والائتمان الزراعي على مستوى الجمهورية، كما تم صرف مستحقات المزارعين المالية. وأكد عبد المؤمن خلال جولته في محافظتي القليوبية والمنوفية أن الأسمدة الأزوتية متوافرة في جميع محافظات الجمهورية وتباع للفلاحين بالأسعار المدعمة. انتهى عرض الأخبار. لمزيد من المتابعة والتفاصيل يمكنكم زيارة موقع الجزيرة مباشر مصر على الإنترنت ومتابعة البث الحي للقناة على الموقع ذاته. كما نستقبل تعليقاتكم وأسئلتكم على صفحتينا على موقعي التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر. إلى اللقاء بإذن الله.